الأصدقاء والأحباب الزملاء والأصدقاء في كل مكان صباح الخير مساء الخير سعيدة سلام عليكم كل سنة وانتم طيبين أينما كنتم محاثمة كنتم إن شاء الله في كل زمان وكل مكان في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ماذا نفعل إن كانت الكارثة متوقعة سواء كانت كارثة طبيعية أو كانت بناء على حرب أو صراع مسلح. المرة دي بقى هنتكلم في الجزء الثاني، ما الذي نفعله حينما تندلع الحرب وتحدث الكوارث طبيعية دون سابق إنذار؟ خلاص. صحينا من النوم لقينا كذا. أما تحصل دون سابق إنذار يبقى لازم نتبع قاعدتين. القاعدة الأولى ربانية، والقاعدة الثانية مهنية. أنا دائما بتكلم في كل, كل كلامي أو في أغلب كلامي عن الربانية في التعامل مع كل شيء سواء كان في التعليم أو في الثقافة أو في الفلسفة أو في الفكر أو في العمل الخيري أو العمل الاجتماعي أو في العمل الإنساني أو العمل التمول أو العمل السياسي فهنا القاعدتين الربانية هي معناها إيه في آية كريمة اسمها وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة من كل من كل فريق منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قواهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني معناه إيه؟ معناه لما يكون في حرب حصلت ما نخرجش كلنا ما نخرجش كلنا مرة واحدة. ما نخرجش كلنا مرة واحدة. ما يكون في كارثة ما نخرجش كلنا مرة واحدة. واخد بالك؟ ليه؟ ما لازم نقسم نقسم الدور اللي كل واحد فينا هيقوم بيه. طبعا دي كانت الآية 122 في سورة التوبة. التوبه. النفير العام العاجل نقول نقوم به، احنا محتاجين نفير عام عشان ايه؟ يتصدي مع يعني ماذا يحدث ما في اثناء هذه المعركه او للكارثه الطبيعيه اللي هم ما كناش متوقعينها. فالنفير ده لا ينفر جميع من في المجتمع الخارج ابدا ابدا ينفر البعض وينتظر البعض الاخر، اللي هي الطائفه او الفرقة التي تفقه عشان ايه عشان تراقب الموقف وعشان تستعد اللي تساعد من خرجوا الى الخارج نعم نستجيب ولكن علينا ان نقسم قوانا البشرية والمادية الى اقسام وفرق متخصصة ومتناسقة يعني ايه المرة اللي فاتت على التنسيق والتواصل يبقى متخصصة ومتناسقة في عملها ومتكاملة في رؤيتها للتعامل مع هذه الظروف والتحديات. ففرقه هتخرج والفرقه دي لما تخرج يكون معاها الناس اصحاب اللي هو الاغاثه السريعه. يكون جزء منهم بسيط متخصص في اللي هو اللي هو التواصل مع الفرقه الكبيره اللي موجوده في المجتمع واللي هي بتحدد الامكانيات والتوجهات وبتديها للفرقة الصغيرة دي علشان الفرقة الكبيرة اللي نفرت في هذا المجال لا لا تضيع منها البوصلة في العمل، يعني معناها ايه؟ لو نفر من كل فرقة طائفة أو فرقة طائفة نفرنا خلاص في فرقة هتقعد في مثلا لو نفر مثلا إن لندن حصل فيها يعني كارثة طبيعية مثلا فكلنا مش هنخرج لا هيخرج مجموعه كبيره جدا منا لكن هتفضل فرقه في في البلد ترقب الموضوع ترقب الحاله ترقب الامكانيات ترقب التغيرات ترقب التغيرات الفرقه دي هتمد الفرقه اللي خرجت عن طريق مجموعه صغيره في الفرقه اللي خرجت هي متوقعه انها لها تقارير عشان تديها الناس لما بيتعاملوا مع الاحداث دي كلها ده الشيء الرباني الشيء الرباني زي ما انا كلمت قبل كده في احد الجلسات عن اللي هو رساله السيده خديجه المجتمعيه في تأطير العمل المجتمعي اتكلم هنا في تفسير هذه الايه الكريمه في الاستجابه للعمل غير العمل الانساني نتيجه الكوارث او الحروب الغير متوقعه. لابد يكون احنا فرق مختلفه وده اللي حصل في التاريخ دايما انا بضرب المثل ده بناء على ما شفته في ما قراته عن ايه؟ ماذا فعل سيدنا خالد بن وليد؟ قبل ما اتكلم عن سيدنا خالد انا هقول لكم ايه؟ الفرقه اللي في البلد بتبني ارقامها وتوجهاتها ورؤاها على ابحاث مش على تخمينات. حد حدش يصحى من النوم يخمن لي في تخمين ويقول للناس اللي بيشتغلوا في في, في الاغاثه اعملوا كذا لا لازم يكون ارقام في ابحاث ودراسات الفرقه اللي في اللي في 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 الداخل بتمدهم بالارقام دي كلها تكون متخصصه في بمهمه التبصير والتواصل مع الطائفه التي تقوم بهذا العمل في المجتمع وده اللي عمله سيدنا خالد مليد. عمل ايه بقى سيدنا خالد موليد قبل ما يسلم كان في غزوه اسمها ايه غزوه احد صح كلنا عارفينها وكان هو معاه 100 فارس تقريبا او اقل او اكتر والمسلمين بدأوا ينتصروا في اول هذه الغزوه وبدات جيوش الكفار تنهزم وتجري والمسلمين طلعوا وراهم كان الرسول معين مجموعه من الرماة لا ادري 50 رامي على الجبل او 100 رامي قال لهم لا تتركوا الجبل على الاطلاق لا تترك الجبل على الاطلاق، خلاص؟ عشان عارف ان الجبل ده مأمن علشان يدافع عن جيش المسلمين. حصل ايه بقى؟ فضل سيدنا خالد يترقب الموقف. يا يعني ايه يترقب الموقف؟ فضل واقف ثابت 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 الى ان بدأت جيوش المشركين تنهزم وجم بعض الناس اللي على الجبل دول تركوا الجبل وعصوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما نزلوا من على الجبل كانت هذه الطائفة أو الفرقة اللي سيدنا خالد استغلها علشان يهزم المسلمين أو يهزم جيش المسلمين. عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخدين بالكم؟ ولف سيدنا خالد من خلف الجيش المسلم وأصبح الجيش المسلم محصور ما بين الجيش المشركين المنهزم وفرسان خالد مريد فعملوا كماشة عليهم عملهم سندوتش وهزم جيش المسلمين ليه؟ لأنهم تركوا الموقع بتاعهم والأمر الثاني أن فتنة سيدنا خالد أنه كانت الفرقة اللي بتتربص ماذا تفعل وهي واقفة ما بتعملش حاجة ده, ده بالنسبة للقاعدة ليه؟ ليه الربانية أما القاعدة المهنية بنتكلم عنها فلازم نحطها احنا بقى مهنيا يعني ايه قاعدة مهنية يعني ان انا اما يجيلي مال واسمعوا الكلام ده يا شباب وعليكم و و ان تعوه 180 درجه و1800 درجه ومليون درجه لما يجيلي مليون ما اصرفش كل المليون على الاكل والشرب اكد شرب نايم لبس لأ, لا 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 صحيح في حاجه لكن انا كمسؤول عن هذا القطاع او عن هذه الجمعيه او عن هذا المجتمع لابد اقسم هذه الميزانيه الى جزئين. نسميها 30 70 او 25 75، يعني ايه؟ يعني معناه ان 70 ل 75% من المال اللي بيجي لي اثناء الكوارث انفقه على اللي هي الاشياء الاستجابه السريعه زي الاكل والشرب واللبس والايواء الى اخره. اما ال 25 ل 30 اصرفه على نوع ثاني من انواع الاغاثه النوعيه لماذا يا شباب لاننا في هذه الاماكن مش كل الوطن بيكون مصاب بالكارثه ومش كل الوطن بيكون مصاب تبعات الحرب فلا بد ان انا اوفر ال25 ل30% دول على تنميه الجزء اللي ما فيهوش كارثه طبيعيه أو اللي ما فيهوش حرب علشان أنمي قدرات الشعب الموجود هناك لكي يستطيع أن يتعامل مع عواقب هذه الكارثة الطبيعية أو مع الم... الأشياء المترتبة على حدوث هذا الصراع المسلح. يعني ممكن نصرف 70 75% في الطعام وفي الغذاء وفي الإيواء وفي العلاج النفسي وشرب الماء الصالحة للشرب والصرف الصحي إلى آخره وبناء المخيمات خلاص وذلك في الاماكن المتضرره اما ال 25 الـ 30% ففي الاماكن الامنه والبعيده اللي مش متاثره بالحرب ولم تاثر بعقب الكارثه الطبيعيه فتصرف على ايه بقى؟ اسمعوا بقى هنصرف 25% عليها عشان في بعض الناس هتقول لك لا انا لازم اصرف 100% انا اقول لا مش عايزها على ايه؟ اسمعوا لو سمحتوا اسمعوا وعوا التاهيل والتدريب وبناء قدرات المواطنين مش بس المجتمع دعم المحليات والبلديات للتعامل مع مثل هذه الازمات دعم وتقويه القطاع المدني ومؤسساته المجتمعيه الاستثمار في بناء البنى التحتيه لهذه المجتمعات الاستثمار في المشاريع الزراعيه والحيوانيه والصناعات الغذائيه القائمه عليها على على الزراعه والتربيه الحيوانيه بناء الاسواق الشعبيه تشجيع التعليم الهم المهني المهني والتعليم الموازي والتعليم البديل وغير ذلك من المشاريع تجعل هذه المناطق او المجتمعات قادره على فيها معنى استقبال نازحين او اللاجئين في مجتمعاتهم. فلذلك لذلك 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 علينا الا ننفق كل ما لدينا واتانا في الاستجابه السريعه وما عندنا من الاحتياجات على العمل الاغاثي فقط 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 بل ان نوازن ما بين الاستجابه العاطفيه للتصدي لهذه الجواح يقول لك انا ذهبت وجبت 100 شاحنه طيب وبعدين؟ مين اللي المجتمع بعد كده؟ يا اخوانا لما الكاميرا بتبعد عن الارض ما حدش بيديكوا ولا انسى ما حدش بيديكوا ولا مليم اجمع ما شاء لك ان تجمع من ملايين لكن انفق 70 ل 75% صرفا انيا للاستجابه السريعه والباقي ابني بمجتمعات مجتمعات زي ما انا ذكرت في المجال في بناء المجتمعات ده كان في كوارث طبيعيه او كان فيه اللي هو آه بعض الحروب الى اخره فلا بد ان نفكر في بناء المجتمعات والاقتصادات الجديده بل في حاجه ثانيه برضه كان هقولها لكم عشان انتوا ايه يمكن عارفينها اكتر مني احنا اتعلمنا من الاحداث في القضيه السوريه الكثير حتى في الـ في, في الصراع المصالح اللي في اليمن 12 سنة يا شباب بناخد فلوس عشان نأكل شر نايم لبس خلاص؟ ما بناش بيها مجتمع كل المال اللي جاي عامل مال الدولي من المؤسسات الدولية الكبرى بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على الإغاثة السلاح فقط طيب طب قلنا طب في 5% لا 10% لا مفيش فخارجين بعد 12 سنة مش عارفين صرف اتصرف كام مليار ولم يبنى بها مجتمع فلذلك أنا بقول إن أردنا أن نضغط على مثل هذه المؤسسات ومثل هذه الحكومات لكي نحدد جزء من هذه الأموال لكي نبني مجتمعات بناء على قاعدة السبعين ثلاثين أو الخمسة وعشرين خمسة وسبعين فعلينا أن نفعل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى لأن هذا الشرط مجحف 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 لك أصرف خلال ستة أشهر أصرف خلال إيه؟ تسعة أشهر أنا بسميها مش استعمار انساني لان استعمار معناها بناء انا بسميها استخراب انساني دي نمره واحد نمره اثنين لابد ان نعزز ربنا ايه إننا نبني مجالس وادارات التنسيق من المجموعات العامله التنسيق التنسيق دلوقتي ما اصبحش هو ايه التنسيق والتواصل ما اصبحش شيء نتندر به يا سلام ده انا منسق ده انت لازم تنسق يا سلام ده لأن ده انت لازم تتواصل لان انت ما نسقتش وما تواصلتش مع المجالس المحليه ومع الجمعيات الحركه يبقى انت اثم وانت اثمه ولازم نستثمر ونعزز الدور اللي بتقوم بيه مؤسسات المجتمع المدني محدش فينا هيستطيع ان هو يقوم بهذه المسؤوليه لوحده الالتزام بالمعايير الشفافيه والنزاهه في نشر المعلومه مش انا اول واحد وأنا شعاري وأنا أحسن واحد وأنا كذا أنا أنا كذاب لأن أول واحد في الاستجابة في هذه الأماكن وغيرها هو المواطن اللي حصل عنده الكارثة نفسها من المساجد والكنائس والمعابد أول ناس بيستجيبوا مش أنت كمؤسسة دولية لازم أرسى نست... نستثمر في محاربة الإشاعات اللي بتطلع أيام الكوارث اللي هي حصلت من غير حاجة عشان نشكك الناس في اللي بيحصل لازم نصرف جزء من فلوسنا في رفع المستوى الوعي عند الناس الناس مش عارفه تعمل ايه الناس مش عارفه تتعامل ازاي مع الكارثه ومن و... و... خلال اما اللي هو السوشيال ميديا بنتكلم عنها او التواصل الاجتماعي او الوسائل الاعلاميه الرسميه لابد لابد ننظم فرق تطوع ها متطوعين في كل مجالات مختلفه في الاغاثه لابد ان احنا نفرض سياسه لترشيد الاستهلاك ما تصرفش كل المال في شهر او في شهرين او في ستة اشهر جزأ وخطط وارسم واعمل صرف المال على فترات متباعده بحيث ان انت تستطيع انك تؤثر في بناء في عدم بناء المجتمع بعد ان تستقر الحالات النفسيه للناس. لازم نعمل نرسم خرائط مجتمعيه جديده للاماكن المتاثره بالكوارث الطبيعيه والاماكن المتاثره بقعاق لازم نرسم لها ونقول للناس دي ما حدش يسكن هنا خلي بالكم. لازم نعمل قوائم دورية بإيه؟ بالجهات المتخصصة وباحتياجات المواطنين، يعني أنا أروح لمركز أو لجمعية تقول لي والله في المنطقة دي فيها كده عدد الناس اللي قد كده وده المسؤول كذا وده المسؤول كذا وده المسؤول كذا, كذا. لازم نحث رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع وغيرهم على القيام بمسؤولية المجتمعية. أنت قاعد بس بتستفيد من المجتمع عشان تعمل مال وربح، لكن لما يجي المجتمع يصاب بكارثة أو بجائحة أو يصاب بكل هذه الأشياء تسيبني وتمشي لا انت ع... انت لازم تكون جزء من اعاده بناء المجتمع كما قالت السيده خديجه في رسالتها المجتمعيه اللي انا ذكرتها في محاضره اخرى فلابد رجل الاعمال يكون ي... يقوم بالدور الاساسي اللي هو بيسميها المسؤوليه المجتمعيه لازم نوحد كل الاحزاب السياسيه واحزاب المعارضه مش كلهم ضد الحكومه ده مش مش موقف ان احنا نقعد نقطع في بعضنا نقعد نعمل لنا ايه نطعم في بعضنا لا علينا نكرس عملنا للتصدي لاثار الحروب ثم بعد ذلك ها يحاسب بعضنا البعض كل هذه الاشياء لابد ان نحطها سواء كان في الحاجات اللي حصلت فجاءه او الحاجات اللي كانت متوقعه في بعض الاسئله بقى جت لنا معلش الحلقه المره طولت عليك شويه فيها بقى اول سؤال كيف ينجو الانسان ينجو الانسان اذا تصرف بحكمه معناها ايه معناها انا عارف ان انا ساكن في منطقه فيها صراعات مسلحه او في منطقه فيها زلازل او كذا او كذا اما ان انا ما اسكنش في المنطقه الحدوديه دي او اما ان انا اسكن بس بعيد عنها وكنت مستعد اعرف ازاي حينما تحدث هذه الجائحه او هذه المصيبه ان انا انجو بنفسي واولادي او اساعد في تخفيف المعاناة للناس لكن من غير معرفة وبالجهل اللي بيحصل مش هعرف أنجو لنا ولا أولادي ولا شو ولا 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 الأموال بتاعتي ولا ولا ولا, ولا السؤال الثاني ما العواقب المجتمعية تعقب الحروب والكوارث الطبيعية أول عاقبة من العواقب المجتمعية هي إيه التغير الديمغرافي بينتقل آلاف أو عشرات الآلاف أو ملايين من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة نمرة اثنين اللي هو في نفس النقطة الأولانية دي هو التغير الثقافي في بعض الناس من مجتمعات معينة داخل الدولة لهم ثقافة تختلف عن ثقافة المنطقة اللي هم هاجروا إليها أو التغير القيمي كذلك أو التغير الديني يعني في ناس بيكونوا حتى في نفس الوطن بيكون دينهم كذا وبيروح منطقة ثانيه دينها كذا وهكذا آه في نقطة بس هنستقولها قبل كده هو آه يعني أفتكرها إزاي نرتب الأولويات للعمل أثناء التعامل مع الأزمات الاول هو اننا نفكر كيف نعمل ونعرف مع من نعمل ويكون عندنا معلومة عن طريق الدولة او عن طريق الجمعيات او عن طريق المؤسسات او عن طريق ادارات عشان نتواصل مع بعض التواصل التواصل وايجاد المعلومة الصحيحة في كل ادارة من الادارات وكل جمعية من الجمعيات وكل مؤسسة من المؤسسات هو ده اساس ترتيب الاولويات ده من... السؤال اللي جه كيف تعامل الفرد نفسيا اثناء اللي هو من بعد الحروب هذيك كان... اعرفوا يا شباب اعرفوا يا شباب ان الحاجه اللي احنا بنسميها ايه الدعم النفسي الدعم النفسي دلوقتي اصبح جزء اساسي من العمل الاغاثي كنا زمان جهله دلوقتي لابد نعرف ان جزء من المال اللي عندنا للعمل الاغاثي هو الدعم النفسي للاطفال للنساء للرجال للنازحين للاجئين فاوعى ما اجي اقول لك اديني فلوس للدعم النفسي تقول دعم نفسي ايه يا ابو نفس اقول لك لان الناس مش عارفه تعيش الناس بعد ما كان ليها مستقبل وكان ليها بيت وكان ليها حرمه الحرمه بتاعتها راحت المستقبل ضاع والبيت ضاع اصبحوا في خبر كان كلهم فلذلك الدعم النفسي خطير جدا 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 نساء زي في حرب البوسنه اغتصبنا البنات بناتنا احنا خمس وست وسبع مرات في اليوم كان ال... كان بيدوا للجنود حبوب حبوب قبل الفياجرا اقوى من الفياجرا كان ال... كان الجندي او هذا ال... هذا ال... الارهابي كانوا حبسنهم في مخيمات بنسميها ايه مخيمات تعذيب دي كانت بتغتصب البنت والمرأة خمس وست وسبع مرات في اليوم فوق هنعمل ايه مع بنت زي كده وبعدين كانت بتحبس في في المخيم لمدة خمس وست اشهر عشان ما تقدرش تجهد نفسها مش عايز دعم نفسي عايزة منكسرة فبالتالي كل هذه الاشياء لابد نتعامل معها بواقع المجتمع الجديد الذي انشا فلذلك في كل هذه الاشياء الى مثلا في حاجه من الحاجات ثقافه المجتمع ازاي نتعامل معاها في الزلازل وفي البراكين زي ما حصل في في افغانستان زلازل او فيضانات او في ساعه الحروب بتاعه الحرب بتاعه اللي هو السوفيت السوفيتيه الافغانيه اللي في نهايه السبعينات او الحرب الاخرى اللي انتهت في 2021 او 22 مع الامريكان في افغانستان ممنوع المراه الافغانيه تروح عند دكتور ذكر آه يبقى لابد عمل المراه سواء كان طبي ولا تربوي ولا تعليمي ولا اجتماعي اصبح من المعلوم بالدين بالضروره في العمل مع مثل هذه المجتمعات لماذا؟ لان المراه الافغانيه وغيرها لن تنكشف على رجل ممكن تموت فهنا الفقه بتاعنا نحاول نكيف منه مجتمعيات عمله داخل مثل هذه المجتمعات مجتمعيات عمله داخل مثل هذه المجتمعات كل هذه الأشياء تقول لنا يا شباب أن العمل الإغاثي أصبح مدرسة أصبح مهنة أصبح مسيرة أصبح رؤية أصبح مؤسسة أصبح 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 مجتمع كبير أصبح صناعة صناعة مش فقط انها جمعية او مؤسسة لا اصبحت صناعة مجتمعية قائمة على حيثيات اساسية لبناء مستقبل هذه الشعوب والمجتمعات حذر انك تخلي العمل الغاثي مجرد حب حبة طحين حبة رز حبة كذا يبقى إيه انت وانت شايف انت بتقول ايه ومش انت بتعمل ايه شوف انا قلت لك شايف بتقول ايه وسمع انت بتقول ايه بت... ب... ب... وسامع انت ب... ب... بتقول بتشوف ايه؟ معناها ايه؟ معناها انظروا لمثل هذا العمل لكثره هذه الكوارث الطبيعيه والحروب اللي حصلت انه عمل اساسي يكون متدرب عليه كل شاب وشابه في مجتمعاتنا. وجزاكم الله خير والتقي معكم في لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.